السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين ومشاهدين في الدنيا. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة تسوية الفرخة، مهما كان حجمها وسنها كبير هنسويها في اقل فترة. بصوا ما شاء الله مستوية معايا خالص ازاي، بصوا كمان ما شاء الله، بصوا الفصوص، يلا ندوق. تحفة، بصوا كمان ما فيهاش اي دم خالص ازاي، كمان من عند الوراك مستوية خالص، بجد بجد تحفة. يلا بينا بقى اقول لكم انا سويتها في اقل من ساعة ازاي ومخدتش معايا وقت برغم ان حجمها كبير زي ما انتوا شايفين. وهنقول بسم الله وعلى بركة الله هنبتدي الفيديو بتاعنا، وهنصلي على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. طبعا انا معايا فرخة امهات كبيرة، حجمها كبير وسنها كبير برضو، فطبعا الفرخة دي بتقعد ما شاء الله من 3 ل 4 ل 5 ساعات على البوتاجاز لغاية ما بتخلص الانبوبة. فانا النهاردة هعملها معاكم بطريقة سهلة جدا ومش تاخد وقت. معانا طبعا بوكي جارنيه، بصل، طماطم، ورق غار، وكمان مستكة وحبهان، وكبيبة صيني، معانا حلقات جزر طرنشات، ومعانا النوى بتاع البلح هقول لكم هنستخدمه في ايه، ومعانا كمان فلفل اسود، معلقة سكر، رشة جنزبيل، وكمان رشة قرفة، ومعانا بصلة انا مقطعاها قطع كده. اوكي، هحط عليها الفلفل الاسود وهبتدي ادبلهم مع بعض كويس قوي. تمام، وكمان هرش الجنزبيل، رشة الجنزبيل بالقرفة، ونص معلقة السكر، والنص التاني هقول لكم هنعمل بيه ايه. هنبتدي ندبل البصل وندخل فيه البهارات كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا انا فصلة الجلد عن اللحم، هبتدي بقى كده ادخل ايدي بالراحة واقول بسم الله، ابتدي ادعك الفرخة كويس قوي عند الوراك، كمان كده ادخل البصل، وكمان من فوق من عند صدرها من فوق الجلد اشربه البهارات بالبصل، ده بيديها طعم حلو جدا. هبتدي ادعك الفرخة حلوة قوي. اوكي، من جوه ومن بره ومن كل مكان. وكمان هجيب معايا بقى بعد ما ادعك الفرخة من قدام ومن ورا زي ما انتوا شايفين كده بالبصل والبهارات اللي انا حطيتها، القرفة والجنزبيل بيحوشوا زفرت الفرخة، وكمان بيدوها ريحة وطعم حلوين جدا يعني مع البصل. برضه احط كده البصل في قلب الفرخة وبين الجلد وبين الوراك. تمام، هجيب بقى معايا سكينة وهبتدي اعمل فتحات كده في صدر الفرخة، لان طبعا ما شاء الله صدرها كبير، فعشان اضمن انه يستوي معايا كويس جدا فلازم اعمل فيه فتحات كده، وكمان في الورك وفي الصدر التاني ابتدي افتح كده زي ما انتوا شايفين عشان اضمن انها تستوي كويس من جوه، وكمان التتبيلة اللي انا عملتها بالبصل والبهارات الصدر يتشربها كويس. اوكي، اهم حاجة الجلد من بره سليم معايا اهو زي ما انتوا شايفين. دول بقى شوية بصل باقيين معايا هبتدي ادعك بيهم الفرخة كويس اهو. تمام كده، انا كده دعكتها، المفروض بقى نسيبها في التلاجة من بالليل، هتدينا نتيجة احسن واحسن. يا اما بقى لو مستعجلين هنعملها في نفس اليوم، بس هنعملها قبلها بساعتين. الوقت بقى هنجيب حلة على النار. تمام، وهنحط فيها حوالي معلقتين زيت، يعني شوية زيت كده بالنظر زي ما انتم شايفين، مش كتير قوي. وكمان هحط كام فص حبهان مع كبيبة صيني مع مستكة، بس لازم الزيت يكون سخن معايا، هو لسه مسخنش كده. بجد لما بيتشوحوا كده في الزيت بيدوا ريحة حلوة قوي، وبيدوا طعم مميز للشوربة مختلف خالص. انا كده بقلبهم كده في الزيت على اساس يسخنوا شوية.
هجيب بقى الفرخة بتاعتي وهنزل على ظهرها زي ما انتوا شايفين، مش على صدرها. ده طبعا اول سر من اسرار تسوية الفرخة في مدة اقصر، سواء بقى فرخة او بط او وز او لحمة حتى او ديك رومي. الطريقة دي بتسرع معايا التسوية، وكمان بضمن ان ما بيكونش فيه دم من جوه خالص. اوكي، فانا كده انا طبعا لسه برضو الزيت ما سخنش معايا اهو، يعني ابتدى يسخن شوية. انا طبعا هفضل اقلبها حبة على الجنب ده ثواني، يعني على اساس انا مش عايزاها تتحرق ولا عايزة لونها يلون خالص، انا بس عايزة اديها صدمة على اساس زي ما قلت لكم كده ما يكونش فيها دم من جوه ما تستوي، او يكون او تاخد وقت كبير على البوتاجاز. اوكي تمام، انا طبعا بحطها على ظهرها الاول على اساس تاخد الصدمة. هبتدي بقى اقلبها على جميع الجهات، مرة ده ومرة ده، واقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي بعد ما شوحت الفرخة على جميع الجهات، اوكي، اديتني اللون الذهبي الفاتح ده، انا مش عايزة اكتر من كده. هبتدي انزل بقى بالمية، سواء مية سخنة او من الحنفية مفيش اي مشكلة عادي. هفضل احط مية بقى لغاية ما اغطي معايا الفرخ. تمام، ما شاء الله شايفين شكل الشوربة حتى من قبل ما الفرخة تغلي فيها مكان التشويح، بجد بيبقى ريحتها تحفة. هنبتدي ننزل بقى بالبصل والطماطم، ورق الغار، اوكي، وكمان طرنشات الجزر، الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي للشوربة، وده السر التاني معانا في وصفتنا النهاردة اللي هو النوى بتاع البلح. بجد بجد سحر اي حاجة كبيرة بعد ما بنعمل لها صدمة وبنضيف لها بقى النوى بتاع البلح ده في الشوربة، بجد بتدي معايا نتيجة حلوة وبتسرع في تسويتها خالص. اوكي، انا طبعا حطيت الاول الفرخة على ظهرها، دلوقتي قلبتها على بطنها عشان تستوي كويس. هغطيها بقى واسيبها تغلي وارجع اوريكم استوت ازاي. اوكي، طبعا كده بعد ما الفرخة غليت معانا واستوت في اقل من ساعة، بصوا بصوا الشوربة بتاعتها تحفة ازاي، ودسمة وخطيرة وريحتها روعة. عايزين نعرف بقى الفرخة استوت معانا ازاي، هنلاقي الدبوسة فصلت عن العظمة اللي فوق دي، شايفين فصلت من ناحيتين ازاي. اوكي، وكمان في اختبار تاني عند الجناح، بصوا بصوا المعلقة بتعلم بسهولة في الجناح ازاي. كده الفرخة استوت معانا وبقت تمام التمام، هنطلع بيها بقى في صينية. انا كده حطيتها في الصينية. الخطوة التانية بقى طبعا نسيت اقول لكم السر التالت، ان انا بضيف نص معلقة السكر الباقية عشان برضو تسرع معايا تسوية الفرخة. اوكي، يبقى كده تلات اسرار انا قلت لكم عليها. اخر حاجة بقى هنعملها، انا بجيب قطعة زبدة كده من الفريزر عادي خالص، وطبعا الفرخة لسه سخنة انا مطلعاها من الشوربة حالا، بصوا الزبدة ساحت في ايدي ازاي. هبتدي ادعك بيها الفرخة كويس جدا في جميع الجهات، اولا الزبده بتديها طعم حلو جدا، ثانيا بتخلي لونها خطير، هوريكم وانتوا احكموا بنفسكم. بصوا الزبده ساحت في ايدي ازاي، انا كده دعكت الفرخه من قدام ومن ورا وكل حته فيها. الحاجه بقى الثانيه اللي هعملها، هحط رشه ملح بفلفل اسود خفيفه خالص كده، بتطعم معايا الفرخه من لما بتتحمر. بصوا بقى بعد ما حطيتها تحت الشواية طلعت تحفة ازاي، بصوا شكلها خطير ازاي، ما خدتش معايا سوا خالص، ولا في الشوربة ولا تحت الشواية، عشان زي ما قلت لكم الزبدة بتسرع معايا التسوية بتاعتها. بجد جربوها، عجبت ولادي جدا وجوزي، جربوها مش هتندموا، هتعجبكم جدا، هتشرفكم قدام في العزومة. وكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملولي لايك وشير
وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وإلى اللقاء في فيديو جديد. باي باي.